كنت صريح كي جيت في 2016، حطينا أولوية في المرحلة القادمة هي مكافحة التضخم والتخفيض في الأسعار. شوف الإضراب حق دستوري. البارح كان بحضي رئيس حكومة كوريا يحكي لي في كوريا يخدم 52 ساعة في الأسبوع، يخدم من بعد الدولة تعطيك. احنا مش عنا فلوس وما نحبوش نعطيهم. أنا كان جيت الأمور بيدي راني نعطي للناس كل مالك البلاد كان الشعبوية هذه. ثم حكومة تخدم في اللوبيات تخصص 750 مليار لعائلة المعوزة. هذه مقتطفات من حوار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بثته قناة التاسعة يوم الجمعة، حوار رآه البعض كلاسيكياً يحمل في طيته خطاباً بعيداً كل البعد عن الواقع السياسي وما يشهده من ترد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وغيره، وآخرون يرون في الحوار جدية في السعي نحو العمل على تجاوز المشاكل والأزمات الراهنة. في قراءة لخطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أنه خطاب إيجابي لأنه ملتزم بالديمقراطية والدستور ويحترم صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن النهضة تدعو الشاهد إلى مزيد توضيح مشروعه السياسي. النائب في البرلمان عن كتلة الائتلاف الوطني السحبي بن فرج يعتبر أن الشاهد بعد خروجه من الجلباب الذي كان فيه بنداء تونس بحكم الظروف الآن لا يخرج في ثوب رئيس الحكومة فقط، وإنما في ثوب زعيم سياسي يدعو إلى ضرورة تأسيس مشروع سياسي منظم من أجل الاجتماع والالتقاء. ومن جهته النائب البرلمان وليد جلاد عن كتلة الائتلاف الوطني اعتبر في تدوينات له على فيسبوك أن حكمة غاندي التي تقول في البداية يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر هي على مقاس يوسف الشاهد وفق قوله. وفي المقابل أمين عام حزب نداء تونس سليم الرياحي في تدوينة له على فيسبوك قال إنه على الشاهد الاعتذار والاستقالة، واصفاً حصيلة الحكومة بالكارثية ومشيراً إلى أن الحكومة ليس لها رؤية اجتماعية ولا مشاريع ولا علاقات خارجية استراتيجية ولا برامج لاستقطاب الرأسمال الدولي حسب تقديره. هذا وقال عمار عمروسية النائب البرلمان على الجبهة الشعبية إنه لا يتصور أن إنقاذ تونس سيتم من قبل يوسف الشاهد، معتبراً أن البلاد تعرف وضعاً صعباً على كل المستويات، حيث أن الحزب الأول في الانتخابات تشظى والشاهد تمرد على من أتى به وفق قوله. كما اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يجب على مشاغل التونسيين من ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وحالة الاحتقان التي تشهدها عدة قطاعات على خلفية ما ورد في قانون المالية 2019 وفق تعبيره. أرحب في مستهل هذه الفقرة بضيفينا معنا السيد عبد الجليل المسعودي رئيس تحرير جريدة الشروق. سيد عبد الجليل أهلا وسهلا بك، مرحبا. بارك الله فيك. شكرا. يحضر معنا أيضا السيد محمد اليوسفي الصحفي في إذاعة ديوان أفهم عضو المكتب التنفيذي النقابيين لنقابة الصحفيين، لكن اليوم تحضر معنا كإعلامي. مساء الخير مكي، تحياتي ليك وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أبدأ معك سي عبد الجليل مباشرة، قراءة في الشكل أولا، كثير من الآراء والانتقادات في اختيار قناة خاصة دون سواها من القنوات الخاصة أو الإعلام العمومي، من حق رئيس الحكومة أن يختار المنبر الإعلامي الذي يتحدث فيه من حيث المبدأ في المطلق؟ أعتقد أن هذا لا يمثل مشكل كبير، يعني يمكن لأي مسؤول سياسي أن يختار القناة التي يراها مناسبة لبث حديث يعتبره مهم، وهذا يحدث في كل البلدان المتطورة وعلى القنوات الأخرى أن ربما كان عليها أن تقبل بذلك. مناسبة بأي معنى؟ التناسب وين يعني؟ التناسب ربما حسب ما فهمت يكون أيضا بمستوى الاستماع وبمستوى المشاهدة. نسبة المشاهدة تقصد؟ هذا المسافة عندها دور، الاقتراب الابتعاد من الشخص عندها دور في المناسبة، تدخل في أنها مناسبة؟ لم أفهم السؤال. يعني أن تكون قريبة القناة فكريا أو في الخط، أو نحكي على اصطفاف قنوات الآن مثل ما نتحدث عن اصطفاف شخصيات سياسية، أنه من حيث المهجة والخط قريبة من هذا المسؤول السياسي أو ذاك، هذا يؤخذ بعين الاعتبار؟ إذا كنت تريد أنه اختار ربما قناة تجارية
فيمكن أن نقول إنه كذلك أراد أن يبلغ لأكبر عدد من المشاهدين. لا، مرة أخرى رجعت بي نسبة المشاهدة، لم أقصد هذا، هي الحجة الأولى في التلفزيون. خليني أقول لك على المباشر، ملاك القناة أصدقاء لرئيس الحكومة وفي خطه، وهو يهيئ أمره لانتخابات قادمة، هذا ما يقال في الكواليس وفي العلن أيضا. أنت كنت تتصور لو أتى، أنا لا أدافع طبعا عن رئيس الحكومة ولكن لا تزال، لو أتى مثلا إلى التلفزة الوطنية كانت الأسئلة تكون أكثر إحراج؟ ربما، لما لا؟ نعم. أعتقد أن المهم هو ما أراد أن يقوله وما قيل وما أثار ذلك من ردود فعل، ويمكن غدا أن يأتي إلى القناة الوطنية التي هي قناتنا جميعا عمومية، نعم، يقع الحديث نفس هذا الحديث في قنوات أخرى. الإشكال ليس في الوطنية، إنما قصدت أنه قناة أخرى خاصة أو قنوات أخرى قد تقول لما لا أنا أقوم بهذا الحوار، أو كما جرت العادة في فرنسا، صحفي من هذه وصحفي من تلك، ويبث الحوار بالتزامن عن القناتين. هذا أيضا معمول به في الغرب. هذا معمول به، أنا شخصيا كنت أحبذ ذلك، لكن يحدث كذلك في فرنسا ما دامك أنت ذكرت هذا، نعم، المثال، أن يذهب يتحدث إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول إلى قناة دون أخرى. نعم، يحدث هذا أيضا، ولا يرى في ذلك الصحفيون أو الملاحظون حرجا كبيرا. نعم، دائما في الشكل. محمد، نفس السؤال تقريبا، المتحدث من حقه أن يختار المنبر للأسئلة طبعا، تفضل. شكرا مكي. في البداية أنا ما نحبش تفوتني الفرصة وأن نترحموا على زميلنا اللي توفى في القصرين، واحد من أبناء تونس الأعماق، واحد من أولاد الحفيان بين الظفرين، واحد من عموم أبناء هذا القطاع المهمش والمفقر نتيجة سياسات الدولة هذه والحكومات هذه، اللي ما ترى في الإعلام إلا أداة للبروباغندا، إلا أداة للتوظيف، ترى في الإعلاميين إلا مجرد أداة اتصالية لا غير، ما تراش الإعلام وما تراش القطاع هذايا في إطار مشروع وطني كبير. جامع الإعلام الحر المهني المسؤول هو جزء من البناء الديمقراطي في البلاد هذايا، ولهذا اليوم احنا صحيح فما وضعيات نتاع تشغيل هش، صحيح فما ظروف اقتصاديه واجتماعيه صعبه، ولكن ايضا اليوم تشوفوا حتى الصحفيين كفئه من فئات المجتمع اصبحوا متضررين، فبالتالي نترحموا عليه. وربما هذا اللي حطنا مباشره في لب الموضوع مكي. الاشكال سي عبد الجليل مش متعلق في مدى حريه اختيار رئيس الحكومه، نعرفوا رئيس الحكومه او الوزير او رئيس الجمهوريه عنده هامش من الحريه في اختيار وسيله الاعلام ليجري معاه الحوار، ولكن اليوم اصبحنا ازاء سياسه كامله، ازاء سياسه تستهدف الاعلام العمومي، المرفق العمومي هذا اللي يفترض الدوله والمشرفين على السلطة التنفيذية اليوم يعطيوا أهمية كما يعطيوا مجالات أيضا لوسائل الإعلام الخاصة. هني نشتغل في وسيلة إعلام خاصة، وسي عبد الجليل يمثل وسيلة إعلام خاصة، ولكن أيضاً اليوم رؤية الحكومة للإعلام العمومي تلخص اليوم رؤية هذه الحكومة وأنظمة الحكم الحالية بنداءها ونهضتها وائتلافها الوطني للمرفق العمومي. ومن هنا يأتي الحديث عن الإعلام العمومي. الدعم ليس بإعطاء حوار، قد أدعمك بشكل آخر، برسم القوانين، بالميزانية، بالماديات، بحفاظ على الحكومة. عندي الحق في الحصول على المعلومة، وتابعوا انتم حوارات رئيس الجمهوريه الباشي قايد سبسي مع شكون يجري فيها، تابعوا يوسف الشاهد، شوفوا حتى الاعلاميين. احنا نحترموا كل الزملاء وما عندناش اعتراض على حتى صحفي، ولكن اليوم وكانه فما طائفه مضيقه من الصحفيين، الحوارات الصحفيه الكبرى لرئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه وحتى حركه النهضه وزعيمها راشد الغنوشي تقريبا لا يختلفان في نفس التوجه ونفس السياسه. اليوم فما مشكل حقيقي في علاقه بتعاطي المسؤولين الرسميين مع الاعلام بشكل عام والاعلام العمومي بشكل خاص. لكن ثم فلسفة أخرى تقول بالعكس، هو حينما يذهب إلى الإعلام الخاص يحفظ هذه المسافة عن الإعلام العمومي ولا يتدخل فيه. أنا رأيي ربما يعتمد على قول قديم جديد، نعيب زماننا والعيب فينا. أنا ما ألاحظ مع الأسف أن قنوات إذاعية وحتى التلفزيات عمومية أصبحت تقلد وتلهث وراء يعني الخاصة أفضل. دخلنا في باب المفاضلة، نعم، قد لا يوافقك البعض. لا أنا لا لا أنا هذا رأيي. أنا عملت في الاثنين، ممكن ندخل في نقاش في المفاضلة. لنا أقول المهم المهم هو الخطاب، أين يقدم. إذا رأى
من يقوم بالخطاب أنه من الأفضل أن يتوجه لهذه القناة أو تلك، فما علينا نحن، وأنا من أنصار العموم. نعم. يعني في الأصل اشتغلت في العمومي، القطاع العمومي في الأصل. لنا أن نفرض مستوانا جيد وقيمتنا، ونفرض عن المتحدث أن يأتي بالضبط. واضح. يوسف، مع أي الرأيين أنت أميل، أم عندك خروج آخر في الرأي؟ لا، هو لابد من معناها من إعطاء رأي في مسألة الإدلاء بالحوار، وإعطاء حوار بصورة حصرية لقناة خاصة. أولا، بدا لنا الرجل واعتقادي أن رسالة سيئة، على اعتبار أنه المرفق العمومي هو الأولى بأن يحتضن الحوارات اللي والرسائل التي يريد توجيهها رئيس الحكومة أو رئيس الدولة. هو تنقوله علاش هو اختار ذلك، بطبيعة الحال هو حر في نهاية الأمر، ولكن الضرورة تقتضي أن تكون حوارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المرفق العمومي، وعكس ذلك هو وكأنه إيمان بأن هناك جهات أخرى يمكن أن يدخل في سياقات عملها. قناة التاسعة في نهاية الأمر تنجم مثل غيرها تشكل لوبيات مالية تتدخل في الإعلام ولديها موقف مما يجري في البلاد، وبالتالي ترى وأنها أولى بأن تحتضن مثلا حوار مثل هذا. النقطة الثالثة أيضا في مستوى الشكل، زميلنا أبو بكر كان سخيا في هذا الحوار. الحوار الصحفي وكنا نعرفه، صحفيين ونعرفه، هو مثل الطبق يأكل منه ثلاثة من الناس، يأكل منه المحاور يعني الصحفي ورئيس الحكومة والجمهور. نعم. احنا رينا رئيس الحكومة هو الذي أكل بنهما في هذا الحوار، شبع هو ولكن لم يشبع الجمهور ولم يشبع كذلك الصحفي، وهو اعتقادي ربما جعل من هذا الحوار فيه وعليه. نعم. وفيه بعض المجاملة. سعد جيل سألت هل يمكن أن الأسئلة أن تكون يعني أكثر إحراجا لو كانت في المرفق العمومي؟ نقول لك نعم، تنجي الأجوبة والأسئلة والمضمون. هذا ما رأيته أنت، أنا لم أرى أكلا في الحقيقة. نعم، صورة طريفة. نعم، علمي أنك بدأت مهنتك في الخاص واليوم تخدم في العمومي، ليس كذلك؟ لا، أنا بدأت في الخاص في صحف دار الانوار. نعم طويل. نعم، في نفس الصحف. فماش معناش مشكل في هذا. لا، هذا ما اردت ان اقول، انا من الاعلام الخاص معناش مشكل. فماش مشكل، ولكن رئيس الحكومه ننفذ. خلينا نتجاوز النقطه الشكليه. راهو التاكيد في هذا الجانب على جانب التنوع. راهو اليوم الحوارات الصحفيه الكبرى من حق مختلف وسائل الاعلام بما فيها الصحافه المكتوبه اللي المسؤولين في الدوله اليوم مش قاعدين يتعاطوا معها بالشكل الكافي. لما نقولوا راهو المرفق العمومي تم اخذه بعين الاعتبار، لكن مش تولي الحوارات الكبرى لرئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه حكر على زوز ثلاثه اعلاميين وحكر على زوز قنوات تلفزيون. هذا الاشكال احترام. نعم. مبدا التنوع، لانه في التنوع فما مقاربات مختلفه صحفيه. بالضبط. اظن استوفينا الملاحظات الشكليه، ننفذ الى العمق. الملاحظه الاولى او اهم معلومه حسب تقدير البعض، مش تقديرنا بطبيعه الحال، نفي الترشح لخوض غمار رئاسيات 2019 حسم الشك باليقين كما يقال. هذا الأمر قال لا يغريني ولا يمثل أولوية. في نفس الحوار لا أفكر، نفي قاطع وواضح وصريح. سي عبد الجليل، هذا النفي تستناوه برشا ناس أم هو تأكيد المؤكد؟ لا، كان ثم ناس يتستناوه أنه يتم الإعلان عن المشروع وعن الرغبة في الترشح. هي مخاتلة، تكتيك، انتظار، مع أنه فعلا الرجل غير معني ب 2019 مثل ما قال. أعتقد أنه هذا تأكيد لما كان معلوما، لأنه في أكثر من مرة، على الأقل في ثلاث مرات قال تقريبا هذه الجملة: أنا عمري 42 سنة، مازال المستقبل أمام. فهذا يعني أنه ليس مستعجل، وهذه صفة من صفات السياسيين الذين ينظرون إلى ما هو أبعد. نعم. فربما أيضا في إطار تفاهمات سياسية كبرى اقتنع رئيس الحكومة أنه لا الخطر. ومرد هذا الاقتناع أبار السن، لأنه عامل السن يلعب دور، يعني عين الشاهد على القصبة مرة أخرى، حزب قوي يكتسح البرلمان وعينه على التشريعية أكثر ورئاسة حكومة بيد مطلوقة في السلطة، أم ماذا؟ قد يكون في نظري هذا أقرب طبعا إلى المنطق.
لأني ما ألاحظه أن يوسف الشاهد يريد أن يتم ربما مشروع عمل، وحسب الدستور نحن المسؤول الأول في التنفيذية في الحقيقة هو رئيس الحكومة. السلطة الحقيقية. السلطة الحقيقية هو رئيس الحكومة. نعم. والذي يحاسب في نهاية المطاف، رغم أن التونسيين ما زالوا متشبثين بفكرة الرئيس المسؤول عن كل شيء. نعم. فغدا في الحقيقة من سيحاسب في المرتبة الأولى هو رئيس الحكومة. نعم. محمد، قراءتك لهذا النفي الصريح تأكيد عن القصبة مرة أخرى هي المراد أم أنه ممكن التغيير في آخر لحظة؟ هو تقريبا هذا المتوقع، لأنه ما عادش يخفى على التوانسة اليوم، وحتى الشخصيات المقربة من يوسف الشاهد وناس اللي تشتغل معاه فيما يسمى اليوم بمشروع سياسي، ونتمنى نحكيه شوي على النقطة. نعم. هذه اليوم يأكدوا على أنه الرجل اليوم طموحه أنه يكون رئيس حكومة مقبل، يكون عنده أغلبية برلمانية بوأ له إمكانية ترأس الحكومة مجددا. وطبعا اليوم فما نظام سياسي هو أقرب إلى البرلماني منه إلى الرئاسي، وهذا اليوم حتى طبيعة الصراع بين القصرين اليوم ما يخفاش أيضا على التونسيين، أنه فما خلاف على عكس ما قال رئيس الحكومة في حواره على قناة التاسعة. ولكن الانتخابات الرئاسية قد تبقى إحدى الورقات السياسية التي قد يلعبها يوسف الشاهد في دقيقة 90. اليوم فما محاولة لتكوين نوع من الكتلة السياسية الكبرى والقوة السياسية اللي فيها تجمع طيف واسع، سواء من حركة مشروع تونس، حزب المبادرة، شخصيات أخرى مقربة من التجمع الدستوري. يعني أن يترأس الحزب ويكون زعيمه ويدفع باسم آخر إلى الواجهة في الرئاسية، كمال مرجان مثلا. ربما فما نية اليوم، وهذا أعرب عليه حتى كمال مرجان كان ضيفي في وقت سابق، وقال يسعدني دعم حركة النهضة، وأنا فعلا أفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. ربما يكون فما قسمة سياسية في إطار توافق مع حركة النهضة، ولكن في تقديري مازال من السابق لأوانه اليوم الحكم على طبيعة الرهانات السياسية المطروحة في انتظار انتخابات 2019. واضح يوسف، كيف تقرأ هذا الرفض وما بعده، ما لم يعلن أو المسكوت عنه في هذا الرفض؟ ربما هو طبيعي جدا أنه لا يكون معني بالرئاسة، لأنه الرئاسة ليست مركز الثقل في الحكم. نعم. وفق طبيعة النظام السياسي اللي نعيش فيه، ويوسف الشاهد هو صاحب مشروع سياسي. ولكن نحب نسجل نقطة تحسب ليوسف الشاهد منذ البداية قبل ما ندخله في إطار نقده. نعم. اليوم سنقول بكل وضوح أن يوسف الشاهد في طريق مفتوح. الرجل أعلن بصورة غير مباشرة على مشروعه السياسي، وأصبحت تتناقله سواء كان وسائل الإعلام أو سواء كان كذلك كواليس الحياة السياسية والبرلمان وإلى آخره. هناك تفاهمات وتحضيرات ولقاءات أيضا يقوم بها العزابي، يقوم بها المسؤولين على هذا المشروع، واستقبال للناس. نقول أن الحاجة إلى حزب قوي يلم الدستوريين، يلم هذه الفئة التي كانت متكتلة حول الباجي قايد السبسي، الحاجة دفعت في اتجاه أن يصبح يوسف الشاهد اليوم هو المحور، وهو مركز ربما ثقل في الحياة السياسية، ويبدو أنه بدأ ينجح فعليا في هذا، ويجب تسجيل هذا الأمر يعني كمعطى وكمتابع لشان لهذه لما يحدث وقراءة. ثم جراءة يعني. لا، مش من جانبه هو فقط، ولكن سياسي من زاوية احتياج الناس إلى هذا المشروع. اليوم نداء تونس انتهى، بعض الشقوق الأخرى أنا نقول لك ولدت ميتة، ولا يملك أصحابها لا الكاريزما ولا التصور لقيادة مشروع سياسي. يبدو أن هذا يتوفر الآن في يوسف الشاهد. نعم. تفضل يوسف. اسمح لي فقط، معناها هو الآن كما قلنا حقق ربما الجانب الإيجابي هذا في مجال التنظيم، ولكن إذا كان تحب بعد ندخل في محتوى واحد ربما نرجعه، لأنه ثم حتى أسماء أعلنت للتداول، اسم الحزب، حركة أم حزب، باش نحكيو على المشروع بالتأكيد. لكن قبل ذلك مش ممكن نقدمه دون ذكر طبيعة العلاقة مع رئيس الجمهورية، وهو أوردها في حديثه، قال: علاقتي مع رئيس الجمهورية ليست متوترة، وأنا أتعامل معه بمقتضى أو في إطار القانون والدستور. قال: صحيح العلاقة
تغيرت وليست بالمتوترة. محمد كيف تفهم أنت؟ هي متغيرة وغير متوترة، مستقرة يعني، تغيرت ومن بعد استقرت؟ هي مفارقة. ممكن الجملة الثانية هي اللي تلخص كل شيء. قال أنا نتعامل معها في إطار القانون والدستور. نعم. جستم هو هذا وين مشى يوسف شاهد في نهاية الأمر؟ كان فمانية من الباجي قايد سبسي أنه يكون يوسف شاهد وزير أول كما كما الحبيب الصيد، وجزء من خلاف حبيب الصيد وأسباب خروجه من الحكم كانت متعلقة بهذه التجاذبات وتدخل حفل قايد سبسي وتدخل نداء تونس والتجاذبات والمطلبية الحزبية في إطار المحاسبة. كان له من الشجاعة يوسف شاهد يطبق اليوم حاليا يطبق في الدستور بوصفه رئيس حكومة، لكن هذا اليوم يعكس أنه فما أزمة حقيقية في العلاقة بين القصرين وأزمة على مستوى منظومة الحكم الحالية. سي عبد الجليل، كيف تقرأ هذا النفي والتأكيد؟ لأن العلاقة أصابها تغيير، لكن ما عادش متوترة، والتعامل ليس إلا في إطار القانون والدستور. أنا أعتقد أن هذه الجملة جملة جوهرية في خطابه، ويمكن الحديث فيها طويلا. لذلك اخترنا، وأعتقد أن الكلمة الأساسية والكلمة المفتاح هي تغيرت. نعم، والتغير في السياسة أساسي. أردنا ربما يوسف شاهد من هذه الكلمة أراد أن يقول أنه اليوم هناك طبيعة أخرى في العلاقات، وطبيعة أخرى يفرضها التجاوز الطبيعي. إذا طبيعة المرحلة تغيرت، طبيعي أن تتغير طبيعة العلاقة. طبعا هذا هو، وكأنه يريد أن يقول أنا أيضا تغيرت. تذكروا نهاية أوت 2016 كنت تقريبا في شكل هادئ وربما تكنوقراط. نعم. اليوم أنا لي ملامح زعيم، مشروع زعيم، زعيم لي بعد سياسي مهم، وهذا يفرض علي أن أتغير. والتغير في الحياة السياسية أمر طبيعي. صحيح أنه أنا الباجي قايد سبسي هو الذي أتى بي. نعم. لكن في التاريخ في تونس هذا أيضا بورقيبة أيضا أتى به عبد العزيز الثعالبي ثم تغير. نعم. يعني يتسمى في اللغة بورقيبة سمحني، وحتى الباجي قايد سبسي في وقت ما خرج على بورقيبة وكونوا حزب. يعني هذا التجاوز طبيعي في الحياة إذا ما هو أهم، لأنه الأمر يتغير. السياسة لا يمكن أن تسبح في النار ما في البحر مرتين، هكذا يقال. نعم. أعتقد أنه كلمة المفتاح تغيرت أساسية، ويجب أن نفهم بأننا نحن اليوم في مرحلة جديدة بكل ما تعني هذه الكلمة. مرحلة جديدة بالنسبة ليوسف شاهد، مرحلة جديدة بالنسبة لتونس، مرحلة جديدة لطبيعة العمل السياسي. ونحن اليوم ربما نشهد في الجيل الأول القيادي لتونس ما بعد الثورة. نعم. يوسف، ما الذي غيرك أو ما الذي غير رئيس الحكومة وقد اعترف بأنه تغير والعلاقة بقيت في إطار القانون والدستور؟ توافق على هذه القراءة أنه الزعيم لازم يتغير؟ لازم، أو من يريد أن يكون زعيما على الأقل. هو التغيير في الحقيقة فرضه الوضع غير الطبيعي لتعيين يوسف الشاهد ذاته، لأنه رئيس الجمهورية كان يبحث عن شخص طيع يكون مثل حبيب الصيد في مرحلة أولى، وزير أول كما قال محمد. وأنا نكون واضحين، لا يعترض على ما تقوله العائلة. وأنا ما نقوله بكل وضوح، أنا كتبت مقال على الباجي قايد سبسي والعائلة الأولوغارشي، عائلة تريد أن تحكم. لا سياسيين بدأ يفكر في مشروع الانتصاب للحساب الخاص. عائلة واحدة. موضوع آخر. نعم. موضوع آخر هذا. أبقى أنا قلت لك بديت من الموضوع ودخلنا إلى الذات. يجب أن تثبت ذلك. أثبت ماذا؟ ما تقوله. كنا دخلنا في الموضوع العائلي وكذا سيوسف، كأننا خرجنا من الموضوع ودخلنا فيما هو أنكدوتيك يعني. لا أنا تحدثت على مشروع الباجي قايد سبسي. في البداية كان يريد رجلا طيعا، وهذا غير طبيعي في نظام اللي مركز الحكم فيه هو في رئاسة الحكومة وليس في الرئاسة. انقلبت الأمور كما قلنا، ورغبة الباجي قايد سبسي قلت كانت مرتبطة بمفهوم العائلة الأولوغارشي. واعتقد أنه هذا التونسيين البساط يثبتوا لك أنه اليوم حافظ ودوره في الحياة السياسية، وما يحذر في هذا الأمر أصبح أمر معنا غير خافي على أحد. بقى أنا تحدثت في البداية قلت وأنه يوسف شاهد نجح في أنه يقدم نفسه حتى ولو لم يتحدث عن ملامح مشروعه السياسي وعلى الحزب ولا على برنامج، ولكن تحدث كرئيس حكومة
معناها وتلقفنا بعض الكلمات اللي، ولكن هل يعني هذا رغم كما قلنا هذا النجاح وأنه في طريق مفتوح وهذا وسجلنا هذا هل أنه ما يقوله يوسف الشاهد اليوم عن الوضع اليوم السياق السياسي متاع الخطاب هذا هو التالي، أنه في فترة حساسة جدا بين كما قلت بين 17 و14 جانف، فترة حساسة في علاقة بالمطلبية الاجتماعية والكل ينتظر والاحتجاجية إلى آخره. اثنين، نحن في قلب معركة مع ونقولها معركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والوظيفة العمومية والأساتذة جزء منهم. نعم. ال 107,000 أستاذ اللي خرجوا يتظاهروا الأربعاء الفارط هم جزء من هذه الإشكالية متاع عدم إقرار زيادات في الوظيفة العمومية. في قلب هذا هل أجاب يوسف الشاهد على انتظارات الناس في الفترة هذه بالذات؟ أنا نقول لك ما أجابش. ربما السؤال هذا مخلينه للأخر لأنه خلاصة الحوار كله انتظارات الناس وما أجيب عليه أو نسبة ما أجاب عليه يوسف الشاهد، سنصل إلى هذا. لكن مدام ذكرت هو الذاتي في صميم الموضوع في صميم السياسة دائما، وأحيانا ما تحرك الذاتيات السياسة تعلم أكثر منا سي عبد الجليل. هذا دور النساء والعائلة لن أستذكر شهادات من التاريخ معروفة، لكن ما دمت قد ذكرت هذا يوسف نأخذ مقطع آخر أو استشهاد آخر. حافظ قائد السبسي دمر حزب نداء تونس وأراد التصرف في الدولة على أنها ملك خاص له، ما بين الذاتي والموضوع منذ كلمة ماي وكان الهجوم كاسح حينها وصريح وواضح، يعود ليؤكد يوسف الشاهد أن الخلاف حبش نقول شخصي لكن أساسا مع حافظ قائد السبسي مع ابن الرئيس في النهاية. هذا يؤكد ربما نحن الآن في 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 على مستوى خطاب أن الكلمات يمكن مرات أن تعمل. سيبا أنكدوتيك هذا. سيبا أنكدوتيك لكن هذا يؤكد أنه قضية على كل حال كما قدمها رئيس الحكومة يوسف شاهد الأمر يتجاوز العائلة، هو يتصرف هناك رجل دولة. فحينما يقول تصرف على أنها ملك خاص له فهو يريد أن يقول أنني وقفت ضد هذا باعتباري أنا مسؤول، يعني لا. ربما اللي قاله سيوسف نحن ما بين العائلة وخارج العائلة أعتقد يجب الخروج عن هذا لأنه سيقودنا إلى ربما نحن في الدولة والحفاظ على مؤسساتها بإبعاد ابن الرئيس أو بخلاف أو خوض خلاف جريء معه. إذا كان ابن الرئيس يريد أن يتدخل كما يقول يوسف الشاهد فيكون يوسف شاهد قد تحمل مسؤوليته، لكن بمنطق المؤسسات ابن الرئيس طبعا. ايضا مدير تنفيذي للحزب ليس ابن الرئيس فقط. هذا هو المشكل الحقيقي، مشكل النداء. نعم. مشكل النداء في الاصل هو هذا، النداء خيب الامال لانه كان يمكن ان يكون الحزب الاقوى في البلاد، الحزب الوسطي الذي نحتاج مع النهضه، فمع الاسف مع النهضه طبعا لكن مع الاسف الامور تشخصنت. نعم. ودخلت فيها اعتبارات وأنا أستغرب فعلا بكل صراحة طعم. أن يقع هذا ويقبل بهذا رئيس الجمهورية الذي اسمه الباجي قائد السبسي بتاريخه ومعرفته ووعيه بأن كل الإشكاليات المرتبطة بسقوط الأنظمة العربية. نعم كتبتها. هي مرتبطة صمت وترك الدولة بالعائلة. هي مرتبطة بالعائلة. انظر مصر، انظر اليمن. نعم. انظر كل يعني ولنا التاريخ ربما الوريث الأول اليوم لنظام التوريث للحبيب بورقيبة هو قائد السبسي وما فعله مع ابنه، ونحن نعلم ماذا فعله الذي كان متميزا، ابنه الذي كان متميزا جونيور تقصد جونيور طبعا. نعم. تعرف مقيمته وأبعده عن السياسة وأبعده لأنه يعلم أنه هذا أمر غير مقبول وإن كان الابن على مستوى جيد. محمد كيف تقرأ هذا العلاقة بابن الرئيس بالمدير التنفيذي للحزب الذي كان يوسف الشاهد أحد قياداته ولو مش في القيادة الأولى؟ ثم أمور شخصية أيضا لعب الدور. صحيح فما جانب شخصي ويوسف شاهد وفريقه الاتصالي والإعلامي إذا كان نجحوا في حاجة نجحوا في صناعة بعبع اسمه حافظ قائد السبسي. فعلا حافظ قائد السبسي شخص اليوم محل سخرية وتندر من التونسيين، شخص لم يعرب عن نفسه كشخص سياسي فاعل في الأطر الديمقراطية، وهو ساهم بشكل أو بآخر في تخريب حاجة اسمها نداء تونس. ولكن من أوصل حافظ قائد السبسي
للإدارة التنفيذية لنادي تونس يوسف شاهد الذي كان رئيس لجنة 13. اليوم المسألة شخصي نتوى في تقديري مش مشكلة التوانسة اليوم ما يحدث في نادي تونس، أو أهلاً حافظ قايد سبسي ويوسف شاهد خلافاتهم الشخصية، مشكلة التوانسة أداء هذه الحكومة وطبيعة المرحلة السياسية ودور هذه الدولة اليوم في القطاعات العمومية، في علاقة بالوظيفة العمومية، في علاقة بالمجالات الحيوية، في علاقة بغلاء الأسعار، في علاقة بالناس القاعدة تنتحر وزميلنا اليوم انتحر في القصرين في ظروف اجتماعية قاسية وقاسية جدا. نعتقد أنه اليوم هذا هو محور سنأتي للمشروع محمد والصراع اللي يعاني فيه يوميا التونسي، خاصة قدرة هذا المشروع أولا على التجميع ثم الانتشار في الجهات، هذا أمر مهم جدا سنأتي عليه. ماذا بي نستوقف في كلمة مهمة قالها يوسف، قضية المشروع وقضية الزعيم اللي تحدث عليها سي عبد الجليل، ما زال من السابق لأوانه الحديث عن زعيم سياسي وطني كبير اليوم في البلاد. حبيب بورقيبة زعيم لكن وطني، الساحة تطلب وصل ذلك. من خلال الحركة الوطنية وصل إلى السلطة، والساحة تطلب فرحات ذلك. حشاد من نضال قاعدي وصل إلى يكون زعيم وطني. يوسف شاهد اليوم صنع مجده السياسي بأجهزة الدولة وداخل السلطة، وبالتالي ما زال من السابق لأوانه الحديث على مشروع سياسي، كلمة كبيرة برشا. نعم، سنأتي إلى هذا الزعيم والمشروع وكل هذه التسميات وحظها من النجاح. حتى للتوضيح باش ما نطيحوش في البروباغندا، احنا انا لا قلت لا زعيم ولا قلت هو انا قلت مشروع زعيم او يريد لا ان حتى يريد ان يصبح. لا يلزمنا ان ميسيرش جيد جدا ان نوضحها. نعم، باش ما نرسخوش الليكسيك هذا في اذهان الناس. طبعاً. احنا لا قلنا هو اذا سيكون زعيما ليثبت جدارته بان يكون زعيما وان تكون له التصورات معناها المجتمعيه لمجتمع اخر ورؤيه اخرى اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه، عليه ان يثبت ذلك. نعم، ثم بعد اخر لابد من استحضاره في هذا الحوار ايضا، حديثه عن حركه النهضه والعلاقه معها، نفوذ وحجم حركه النهضه في الحكومه اقل بكثير من نفوذها وحجمها في البرلمان، واضاف بان قال من يريد ان ينتصر على النهضه فلينتصر عليها في الانتخابات. النقاد والمتابعون يقولون هو لم يواجه ولم يبدو صداميا مع النهضة، كما لم يطلب ودها أيضا ووقف في المنتصف، أقصد رئيس الحكومة. ما رأيك سي عبد الجليل؟ أنا أعتقد كلامه هذا كلام منطقي معقول جدا، أن يقول أنه ما نلاحظه اليوم هو أن اليوم الفاعلين الأولين في البرلمان، الكتلة الأولى اليوم في البرلمان هي النهضة، ما فيش حتى نعم. كلام في الحكومة أقل، هذا أيضا صحيح، لكن ما أراد أن يقوله حسب رأيي وهذا هو أهم يوسف شاهد، هو التذكير بالقاعدة، قاعدة اللعب الديمقراطية. نعم، يعني اليوم تسمع وهذا صحيح من يريد إقصاء النهضة، هو أراد أن يبدو غير إقصائي، هو أن يقول نحن ديمقراطي، نحن لنا لعبة ديمقراطية، إذا أردتم إقصاء النهضة من الحكم فالطريق الوحيد هو الصندوق. وهذا أيضا فيه رؤية مستقبلية، لأنه يجب، كان راديو يقول يجب أن نحترم القاعدة أو اللعبة الديمقراطية، وكل لعبة لها قواعد. نعم محمد، ما الضير أن يظهر رئيس الحكومة بشكل ديمقراطي ورسخ لعادات ديمقراطية؟ هل كان ينتظر منها أن يبدو عدائيا ضد النهضة حتى يبرز بوجه تقدمي سافر ومكشوف، وحتى يرضى عنه التقدميون ربما الذين يريد استقطابهم كما ذكر؟ أنا في تقديري أنك تكون محافظة وتكون تقدمي مش بالخطاب وبالشعارات الجوفية، بالعكس يعني خطاب رئيس الحكومة وتوصيفه في علاقته بالنهضة وموقع حركة النهضة داخل الائتلاف الحاكم، داخل الحكومة، داخل البرلمان، كان توصيف موضوعي وواقعي، باعتبار أنه حركة النهضة اليوم هي أكبر الداعمين لحكومة يوسف شاهد، وهذا اللي خلى خصوم يوسف شاهد يعتبروا هذه الحكومة هي حكومة حركة النهضة. ولكن أنا نختلف مع سي عبد الجليل اللي يقول اليوم فما من ينادي بإقصاء حركة النهضة، أنا ما سمعت حتى حد يطالب بإقصاء، واللي يقصي حركة النهضة يقصيها بالصندوق وحجمها الشعبي وحجمها الجماهيري، اليوم غير قادر أي طرف سياسي اليوم انه ينتهج نفس التمشي اللي انتهجه بن علي في مطلع التسعينات، اليوم المعركه ديمقراطيه، لكن ايضا هناك حصيله حكم، هناك اليوم واقع اجتماعي واقتصادي صعب، حركه النهضه هي اكبر المسؤولين عليه. ربما يقصد سي عبد الجليل، ما نحبش ندخل في التاويل، لكن اذكر فقط بموضوع الجهاز السري والاصوات الصاعده منذ فتره تنادي بالاقصاء صراحه. حتى انا احيلك على خطابات مثلا عبير موسى، ماهيش ريفيرونس عبير موسى، لا
هي حزب موجوده في الساحه، موجوده على الساحه مسموع. ولها حضورها ولها هو عندها قيادات معاه ولا يمكن ان ننكر اهميتها. وهذا الخطاب لا يلزمنا. نعم سي المحفوظي مثلا، لطفي المحفوظي سيد رئيس الحزب، هو هذا خطابها. وانا اريد ايضا ان اقول الى اليوم هناك احزاب تريد ان تفرض وجودها بمعاداه النهضه، وهذا ربما سياسه قد نعم. تبدو مفيدة إلى حد ما يوسف، ولكن نعم كلام لرجل بدأ أو أراد أن يظهر ديمقراطيا، والتفوق على النهضة لا يكون إلا بالصندوق، لكن يجب عليه أيضا أن يظهر مختلفا على النهضة حتى يتفوق عليه. كيف للشاهد أن يبدو مختلفا وديمقراطيا ويتفوق على النهضة في الصندوق؟ هو أنا مش نسأل سؤال آخر، كيف للمواطن والناخب التونسي أن يميز بين ما في أذهان السياسيين؟ يعني السيناريو باش يتعاود مره اخرى وندير في نفس اللواء. يعطيك الصحه. شوف احنا مش جيبوها من الاخر كما يقال، باش ما يقولش واحد انه عداها علينا في يوم من الايام. اللي باش يصير مع يوسف الشاهد، حتى لو انتخب التونسيون يوسف الشاهد، ثم فتوى اتعملت من قبل وسبقوها، سمعتوا بحكايه الكنستر، قالوا لا راهم جابوها في الكنستر القديم. الفتوى القديمه شنو هي؟ انه النهضه والله مش جايه من المريخ، هو حتى واحد ما قال لهم نهار اللي النهضه جايه من المريخ، نهضه تونسه كيف بقيه تونسه. ولكن ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم الفتوى هي انه الشعب انتخب النهضه ثانيه، وبالتالي لازم تحكم معنا. الفتوى هذه سمعناها نهار اللي طلع النداء، نداء تونس، وقلنا لهم يا ولدي راهو هذه بدعه نتاعكم انتوما، معناها واختلقتوها انتوما في الديمقراطيات، لانه نسمعوا في فرنسا وقت اللي يفوز يفوزوا الاشتراكيين يحكموا اليسار، يحكموا اليسار، وقت اللي يفوز اليمين يحكم اليمين، وكذلك اليمين في الولايات المتحده الامريكيه وفي ولا في بريطانيا ايضا. الحزب الثاني في الحقيقه المعارضه ومكانه الطبيعي في المعارضه، والحزب الاول شوف الان ثم رعايه لهذا التوافق، رعايه من جزء من المسؤول الكبير يوسف يعني تقصد. رأس الحزب يقصد أعلى لا لأنه ترتيبات هذا ما يسمى تحالف النهضة والنداء رتب قبل الانتخابات بإشراف أمريكي، وهذا التاريخ سيذكر في يوم ما. عارف يا عبد الجليل مش موافق على القراءة هذه. قلت هذه تتم برعاية أجنبية، أنه هذا التوافق لابد أن يتواصل، نقرأوه كذلك معناها في رسائل متاع خطابات سياسية اللي تحدثت على التحالف الجديد، التحالف السياسي الجديد اللي هو قوامه المشروع ومشروع يوسف الشاهد فيما بعد مع حركة النهضة مع الائتلاف، معناه عفوا الائتلاف ومشروع يوسف الشاهد مع المشروع مع حركة النهضة، وهذا تحدثوا عليه بصورة واضحة، وهذا يتم برعاية دولية باش ما يكونش الناخب في نهاية الأمر باش يقول من بعد تفاجأ ما حصل مع نداء تونس وما وعد به الباشا فايت سبسي، والسيناريو الذي حصل لاحقا راهو باش يتكرر ايضا مع يوسف الشاهد، وسيجدون كل الاعذار لعدم توحيد الحركه الديمقراطيه باش يحطوا ايديهم في ايدينا النهضه، وهذا مسبقا راهو محدد سلفا. دفعت بنا مباشره في المحور الموالي وهو المشروع اللي اجلناه ميرانا، لابد من الخوض فيه الان. السيناريو باش نعطيك الكلمه اولا، السيناريو انهكه واستنزفه النداء، والتاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل، لن أكمل بقية تعرف المقولة جيدة، تفضل. أنا أريد أن أقول لصديقي سيوسف أني لا أوافقه، وأنا شخصيا أنا الخارج يدبر لنا عقلية المؤامرات الخارجية تثيرني كثيرا بكل صدق. يعني هم يفصلوا وإحنا نلبسوا، لا وكأن وجودنا لا معنى له، نحن وجدنا فقط لتطبيق، هذا غير صحيح. لا انا ما قلتش هذا سعد. لا سامحني، رتبت في الخارج انا لا اقبلها، لاني شخصيا عشت في الخارج وتحملت مسؤوليات في الخارج، غير صحيح اولا ثم غير مقبول عقليا. لكن احنا ننسى، راهو العقليه تنسى، حينما تمت انتخابات 2014 على الورق النداء كان هو له الأغلبية، نعم متصدر، لكن في الواقع لم يكن قادرا أن يحكم وحده، تشكيل حكومة تقصد، مستحيل في الواقع أولا. ثانيا أنا في آخر المطاف نقول اللي التوافق الذي صار بين رجل الغنوشي أو بين النهضة والباجي قايد السبسي، نعم مش بين رأسي، كان مهم لأنه مكننا أو مكن
البلاد من أن ترى حزبا إسلاميا اللي هو حزب النهضة يتغير تغيرا جذريا ويتطور. بالله ساعة ساعة جزيرة أعطيني فيش أعطيني نقطتين ثلاثة تغيرت فيهم حركة النهضة مثلا أعطيهم سميهم. تغيرت قبلت باللعبة الديمقراطية على هي قبل قالت مانيش قابله باللعبه الديمقراطيه مثلا تغيرت وكانت فرصه لرئيس لرئيس الحزب ان يقوم بخطوه كبيره وينادي بفصل الدين عن السياسه في المؤتمر العاشر نتاعو دعوي عن السياسي. طبعا وهل حدث هذا فعلا؟ اعتقد انه بدا وهناك رموز التشدد ابعدت بكل صراحه هذا يعلمه الجميع وتأقلمت تونس مع هذا الحزب الذي في وقت ما كان ينظر إليه كأنه نعم. أنا أتحدث عن الحزب السياسي. البعض يقول أن الحزب تأقلم مع تونس أو تتونس. تتونس هذا صحيح وليس العكس. لا هذا صحيح. تونس دائما في التاريخ كانت دائما كانت دائما تستوعب ما تغير. نعم. والنهضة أعرب. ثم تمايز على الإخوان المسلمين في منظومتها الدولية. على تمايز كبير. من خلال حركة النهضة. أعتقد هنا هذا ذكاء يحسب لقيادة هذا الحزب. ابتعدت. بلك ذكاء مرحلي تكتيكي وتعود حليمة أو ريمة. اسمعني لا يمكن اليوم في 2018. خيار استراتيجي. في هذا العالم المعولم. يأتي رئيس حزب ويلتزم بأشياء. ونقول نحن لا الرئيس التزم أو القيادي التزم لكن النهضة فهمت شيئا آخر. هذا مستحيل. هذا صحيح. لأنه التزامات أمام منظمات دولية أمام دولي. رأي عالم أمام رأي عام دولي أمام الشعب يعني لا يمكن أن لكن ثم أمثلة في التاريخ الحديث تعرف جيدا مثلاً أردوغان أمام رأي عام دولي خليني أردوغان ارتد وغير الدستور وأصبح نظام رئاسي يجمع كل السلطات بيده. شوف الدستور الذي تغير في تركيا ما غيروش اردوغان قبل به في افتتاح شكون طالب به الاستفتاء طالب به اردوغان موضوع جاني بهذا لكن هذه رغبتي لكن نقاش طويل هذا يستحق حصه تقييم بسيط تبع سريع. شوف لأنه انا مش نبدا من اخر نقطه سي عبد الجليل ذكرت تفضل التزام امام راي عام دولي انت جاب ربي ذكرتها انت يعني هل زوز اطراف هذوما ملتزمين امام راي عام دولي؟ شكون زوز اطراف؟ النهضه والنداء ايضا. لا انا اتحدث عن نقول لك لا لانه ثم التزام وانا كي نحكي على التزام ما نحكيش على مؤامره. انا لاني من انصار نظريه المؤامرات والى اخره ولكن ما يجري في تونس يجري المؤامره جزء من التاريخ. يوسف المؤامره جزء من التاريخ. ثم احداث مؤامرات هل بالصوره الشعبويه اللي معروفه وكانه هناك من يدبر لنا بليل والى اخره. هذه ثوره 14 هذه علاقات دوليه هذه لنقول ان الامر يتعلق بعلاقات دوليه وباتفاقات وبالالتزامات لانه تونس اليوم ثم تكلفه نتاع التنميه وهذه تكلفة تدفعها تلك الدول اللي ناخذوا في التدائن والقروض والمنح والى اخره نتيجه تلك الاتفاقات السياسيه ما يشرف على الدستور المصري. بقى نختم بسرعه التفاعل سريع نراو ديما انه نغلط مغالطه كبيره يا ولدي احنا طلبنا لافامي طلبناها ان تعيننا احنا مشي خلينا مش من هذا مش من هذا موضوع اخر يا سي عبد الجليل موضوع اخر. انت نفيت المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي انت نفيت انه ثم اتفاقات لا مش كل مع بعض يا سي وفما اجندات تقليميه واجندات الجملة الأساسية التي بنيت عليها العلاقات الدولية وهي جملة لاستراتيجي رجل استراتيجية إنجليزية قالها شهيرة تشرشل. قال لا ليس تشرشل مش تشرشل. تشرشل تكلم في الديمقراطية أعتقد ملك أونري كاترا أو أونري سانك نسيت من حسين قال في العلاقات الدولية ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة هناك مصالح دائمة. نحن اليوم في علاقة مع الاتحاد الأوروبي وأنا أدعي أن نعرف علاقاتنا لأني أنا اشتغلت قنصل في ستراسبور وكنت أشتغل نعرف العلاقات قضايا مصلحية هم محتاجيننا ونحن نحتاجهم في إطار حينما توضح مشاريعك. نحن اليوم روى اليوم احنا جيران اوروبا في فما سياسه كبرى في الاتحاد الاوروبي اسمها سياسه هذا واش حاب نقولوا يا سي عبد الجليل يعني ما فماش لا انت قلت توافقات خارجيه خليني نقدم بربي يوسف بسرعه بسرعه كما قلت لك انا معناها بالعكس هو تاكيد لازم نحكيوا عليه منذ قليل ان هناك ثم جهات دوليه
في النهاية تسهر على هذه التجربة وتحيك خيوطها مش بنوعية المؤامرة ولكن بالتعاون وسميها ما تسميها. والله عبارة قصر تستفزني وكأنه احنا قصر وفما شكون اليوم راهو اليوم فما فعلا شركات وفما مصالح تونسية ولكن أيضا في المقابل فما محاولات للتدخل في الشأن الشوسي فما سيادة وطنية قاعدة تتمس اليوم واللي يقوم به لفمي خير دليل على هذا. هو كذلك هذا شكون في نفس الفكرة أنتم مش مختلفين بيدخل تعديل مشروع بركة فقط أنا راهو حكاية تغير النهضة أنا المرة فاتت سي محمد بن سالم قلت والله أنا ماذا بيا نطمئن أنكم تغيرتوا رتحونا راهو على أكتافنا معنا شوف قضية سي عبد الجليل موضوعنا ليس النهضة لا لا ميسالش هو ذكرها توا سي عبد الجليل أوهمنا بوجود أنا ميسالش سي عبد الجليل اغزر لي راهو الفصل بين الدعوة والسياسي ما هوش تأكيد على أن النهضة تغيرت الفصل بين الدعوة والسياسة معناها في عوض كنتوا تخلطون مع بعضهم هو فصل منهجي ووظيفي يهم حركة النهضة من الداخل ما يهمناش احنا كتوانسة هكا اللوزي كفر مازال يكفر بالناس لا 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 لانه اصبح قليل ظهور ولا يتكلم بسم الله لا 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 دعوة في الاعمال السياسي وبالتالي بصراحة ما نعطيوش سكة على بياضها نحبوا النهضة تتغير ونحب كل الاحزاب تشتغل في اطار احترام الدولة والديمقراطية ولكن مش بالطريقة هذه يوسف بعدنا على الموضوع مش بهذا الصعب خلينا نرجعوا لانه زاد احنا في فترة نتاع جهة السري والى اخره ابتعدنا كثيرا في الحقيقه بعيد ما عن منطق لو خرجت عن جلدك لا انا ما عرفت لما عرفت ممكن هذا تغيرت ممكن ناوي تتغير اكثر والدعوي تتطور تتطور اريد ان اقول تتطور ان شاء الله نشوفوا هذا ان شاء الله نلمسوا هذا ما نعطوش سك على بياض قبل ما نشوفوا التغيير هذا رايك يوسف خلينا نقدموا في المشروع التوحيد لانه حكايه على عائله دستوريه تقدميه ليبراليه لما لا ثم خليط كبير في الحقيقه قال مشروع توحيد هذه العائلة السياسية الكل اللي هو إرهام قراب يجب أن يرى النور أمر لم يقم به النداء حسب فهمنا وذلك يستوجب جملة من شروط من ضمنها القطع مع الفساد انتهاج الديمقراطية الداخلية صلب المشروع يعني والاستعانة بالكفاءات هذا محمد تقريبا نفس برنامج النداء ولم ينجح فيه هل الواقع التونسي أو واقع هذه العائلات الدستورية والديمقراطية والليبرالية يسمح بإنجاز مثل هذه الخطوات العملاقة القضاء على الفساد هو مشروع على ما يبدو طموح حسب اللي نقرأ فيه ولكن على أرض الواقع اليوم تقريبا نفس هذا الخطاب يرده محسن مرزوق يرده سعيد العايدي يرده ناجي جلول يرد فيه عديد القيادات سواء من نداء تونس أو من مشتقات وشقوق فبالتالي اليوم واضح أنه يوسف الشاهد صاحب ربما طموحات حزبية سياسية للمرحلة القادمة لا يمكن الحديث عن مشروع سياسي طالما وأنه ملامح هذا المشروع لم تتوضح بعد اليوم نحن لازلنا ننتظر هل سيكون في إطار حركة سياسية في إطار حزب سياسي في إطار ديناميكية سياسية تطلق بشكل مواطني في المقابل يوسف شاهد يتحدث عن مشروع لتوحيد هذه العائلة السياسية الكبرى ليقول هو ديمقراطية اجتماعية دستورية تقدمية في المقابل اليوم فما حركة كبيرة في المجتمع المدني وفي الجهات وفما حركات مواطنية قاعدة تتشكل استعدادا لقدم الاستحقاقات وهذا اللي أكد اليوم فما أزمة بنيوية على مستوى المشهد الحزبي في تونس لأنه ماكي اللي نحكيه فيه الآن بعيد كل البعد عن انتظارات التونسيين اليوم التونسيين لا يعنيهم يوسف شاهد ولا يعنيهم لا الباشي قايد سبسي تعنيهم القفة تعنيهم المقدرة الشرائية تعنيهم الخدمات العمومية المتردية وهذا اللي خلق أزمة ثقة اليوم كبيرة في الطبقة السياسية ككل قرب المشروع يوسف شاهد قرب المشروع من الناس سنختم به سي عبد الجليل حب ناخذ رأيك في مثل هذا القول المشروع جميل على الورق لكن حاول فيه أناس آخرون ولم ينجحوا ما الذي سيجعل موضوعيا يوسف الشاهد قادر على تجميع كل هذه العائلة وأفرادها واعتماد خاصة خطوات مهمة كالقطع مع الفساد الديمقراطية الداخلية في صلب المؤسسة الحزبية استعانة بالكفاءات هذا موجود وتحقق في بعض الأحزاب هو يوسف الشاهد له اليوم نجم نقول ميزات ربما لم تتوفر لغيره الميزة الأولى هو أنه أصبح بعد سنتين من ممارسة السلطة له خبرة ربما تنقص الآخرين هذا مهم في تونس نعرفه أحنا حتى في بلدان الأخرى كان من يترشح مثلا لرئاسة الجمهورية في فرنسا هو الذي له تجربة في الوزارة الأولى لنا كثير مرة يتنز أصبح لكن هذا لا يكفي شاد له خبرة هذا لكن أولاً. هذا لا يكفي أقول بعض لا يكفي لكن نراه ننسى حاجة الذي أعطى أيضا ملامح
ملامح، لا أقول زعيم، ملامح سياسي ليوسف الشاهد، هم من نصبوا له بالعداء في حزبه نفسه. يعني هم الذين أعطوه ودفعوه إلى أن يأخذ أولا هذا البعد ويأخذ هذا القيمة. لكن عنده منصب رئيس الحكومة عفوا وأجهزة الدولة، ليس فقط الضربات الحزبية هي التي قوته. هذا مهم. عمليا هو قوي على الواقع. الاثنين يعني أولا هو قوي على، ثم بيّن أن له شخصية. يعني إذا ما غادر المنصب سيبقى بنفس القوة؟ شوف، بيّن أن له شخصية، هذا مهم. نعم. أيضا تونس تحتاج اليوم إلى ناس لهم كاريزما وشخصية ووقف في كثير من في وجه كثير من الموجات التي كانت تريد. نعم. هذا أعتقد هو، نتحدث عن مشروع. نعم. لم يقل حزب، هذا مهم. واضح. أنه يريد أن يجمع عدد العدد الأكبر مع عمود فقري يتمثل في الدساترة، لأنه يحتاج إلى الماضي، خاصة كما فهم. نعم. الدساترة لأنهم يمثلوا الماضي. نعم. يمثلوا الذاكرة متاع التوانسة، الماكينة الحزبية أيضا. ولكن يتحدث كذلك عن الديمقراطيين، عن الحدثيين. ما تراش متضادات صعب أن تلتقي هذه؟ لا لا، احنا يعني اليوم الدساترة ديمقراطيين تاريخيا. للسلطة سحر ولا ورد. شوف، قال كلمة. قال وقت اللي كان الحزب حزب، في وقت ما حزب الحزب الدستور، لا أذكر خاله مدير الحزب الدستوري، وقال أنه تحمل مسؤولية حقوق يعني الإنسان، فهذا يعني أنه عنده بعد حداثي وهو أيضا في الحزب. والحزب رأوا الناس تنسى في الحزب الدستور في الأصل كان ديمقراطي. هو أيضا نعم الحزب الجمهوري اللي شط فيه هو شوية، يعني هناك حديثا يعني يريد أن يجمع أكبر عدد ممكن في البداية، كما يقول بالفرنسوية الفيراتي سيلارش. ثم بعد بطبيعة الحال تطرح قضية الكفاءات وقضية المسيرين وقضية قضية أخرى، الامتداد وأمكانية التوسع في الجهات. في الجهات هذا موضوع مركزي، وهو الموضوع المركزي بين الحزب والدولة اللي هو خطر كبير واللي ماضينا الكل لا يوم فيه بخير. ما عادش الموروث التاريخي وسوسيولوجيا المجتمع التونسي وسوسيولوجيا النخبة السياسية بشكل عام كلها تهز في هذا الواد، وهذه خشية كبيرة اليوم تهدد حتى المسار الديمقراطي. لكن المياه هو لم يعلن الحزب وهو رئيس الحكومة. السكوك البيضاء كما قال خونا يوسف رأي ربما تمثل خطر على مستقبل البلاد. هو لم يعلن الحزب محمد ليس له سكوك. هو لم يعلن الحزب وهو في رئاسة الحكومة، إذن الاستقواء بأجهزة الدولة مازال حديث ربما سابق لوان، قد يعلنه وهو من خارج الحكم، وهذا يكون موضوعه مثل ما فعل الباجي حين تقدم بالنداء ودخل به انتخابات رئاسية وانتصر. يوسف، كان ثم انتظارات غير هذا من الحوار، انتظارات عموم الناس ولم يجدوها في هذا الحوار، وإن وجدت ما هي؟ أو بعجالة أنا باش نحاول نتفاعل شوية على مسألة ما الذي ربما جعل يوسف شاهد في هذه المكان الآن. اتفاعل وجاوبني. قلنا مش نجاوبك، لا مانيش هارم. ايوه. قلنا الحاجه، اولا الحاجه، وهذه متوفره عن تقريبا اكثر من طرف اللي يحكي على ضروره وجود هذا الحزب. بقى علاش يوسف الشاهد على ما كانش شخص اخر؟ هل ان يوسف الشاهد لديه فضائل معناها لا نعلمها كمحلين؟ انا نقول لك الرجل عادي في نهايه الامر، ولكن شنو اللي اهله انه، وانا سجلت انه هو يتقدم بخطوات افضل من الاخرين. نعم. علاش؟ اولا واللي ذكرته صحيح، هو انه في الدوله هو يمسك السلطه، والرجل الذي بيده السلطه يستطيع ان يفعل ما لا يفعله الموجود خارج هذا. ثم كاركتير كما قال سي عبد الجليل، ما عادش انسامبل تكنوكرات كما جاء الرجل. بالتالي اولا الحاجه، اثنين هو في رئيس حكومه ويمسك بالحكم بمجد السلطه بآلياتها الى اخره. النقطه الثالثه انه يحسب له لدى الناس أنه لم يكن مثل لحبيب الصيد. نعم. أنه نأى بنفسه عن الباجي ونجح حيث فشل لحبيب الصيد، وهذا ينظر له من جانب الناس بصورة إيجابية. سؤالي الآن، سؤالك الآن، ثم في النقاط الانتظارات قلنا أنه بالتأكيد معناها فئات كثيرة تنتظر إجراءات، ولكن اللي قدموا رئيس الحكومة في الحوار نتاعو هما مجموعة من الأرقام وإلى آخره، إضافة للجانب السياسي هذا. بعض الأرقام أنا باش نحاول في بعجالة. نعم. قال أنه تقدمنا كثيرا ونحن الآن خلقنا نسبة نمو وقدم نفسه كمنقذ، وقال هذا بصريح العبارة والحال أنه
في 2016 وقت اللي استلم الحكم نسبه النمو كانت في حدود 2.5% وهي الان في نسبه 2.8%، وبالتالي لم يحصل تقدم والرجل ما كانش منقذ. نسبه التضخم ايضا نقص منها قدر ما استطاع، كان هي حدود في حدود 7.4، ولكن لم يحتسب في نفس الوقت المواد المدعمة كما العجين والمشتقات والمحروقات. وبالعودة إلى أرقام متاع معهد الأحصاء سنجد أن نسبة التضخم هي 8.9%، وهذا لا يحسب لفائدته. النقطة الثالثة وحتى تأكيد ارتفاع التضخم، أن البنك المركزي أصدر مذكرة يظهر لي أول أمس أو أمس، المذكرة ذي أنه مرة أخرى لمقاومة التضخم باش يرفعوا في نسبة الفائدة من جديد، وهذا بطبيعة الحال عندهم مؤشرات ارتفاع الواحد. النقطة الثالثة الأخيرة مش تكون الأخيرة نجمل تحدث على التدين، تحدث على التدين وقال أنه باش نتحكم فيه، ولكن الكونستا الحالي وين وصلنا الآن، تونس يا مكي كم ستكون مدانة لمدة حتى 2055 لو ما تقترض حتى مليم بعد الآن، والدين متاعنا 2.2 مليار دولار، اي ما يعادل 6.4 مليار تقريبا دائرة المحاسبات حكي على 2055. نعم سناتي لهذا فيما بعد. ما حكيناش برشا على الاقتصاد سي عبد الجليل لايماننا بان السياسه هي القاطره، تحدثنا اكثر في السياسه. انتظارات الناس اقتصاديا اشار اليها الامام يوسف الشاهد، هو ما هي؟ ليس مخفي ان الوضع الاقتصادي صعب، وانه الناس اليوم معناها في وضع أيضا اجتماعي صعب، هذا معروف. يعرف معروف. سؤالنا اليوم هو كيف نخرج من هذا الوضع. قلنا في أكثر من مرة أنه نحن اليوم نحتاج إلى التضحيات، ما ناش لولانين، حتى البلاد الإغريق في وقت ما أجبرت على تضحيات معينة. اليوم ننساوه، اليوم احنا الفوسفات معطل، وتونس اليوم أصبحت تنتج في الفوسفات أقل من اللي كانت تنتج فيه 30 سنة. لكن من يضحي دائما هم الفقراء يقول الناس. لا شوف غير صحيح. من يضحي؟ طبقة الوسطى اللي تأكلت طبعا هو في كل في العالم أجمع الفقراء هم اللي يتمسوا لولانيين، معناها هذا هذه طبيعة المجتمع. لكن الاختيار الليبرالي راهي مش تونس اخترته وحدها، راهو هذا مفروض على العالم. ولهذا نقول احنا الوضع الاقتصادي نحتاج اليوم إلى مصارحة. نقول أننا لا ننتج، أننا لا نعمل، هذا أو بما فيه الكفاية. وهذا مقال وتحدث عن ثقافة العمل السيد يوسف الشاهد وغيابها وكلام معروف. شوف يعني يجب أن نقول أنه يستحيل اليوم أن يكون رجل مهما كان قادر أن يأتي ويجد حلول سريعة لوضعنا. حتى العبقري في السياسة يوسف السيد رئيس الحكومة أكثر من سنتين على رأس الحكومة، يعني قديش نعطيه 10 سنين باش ينجز في البلاد باش يغير. مدافع عن رئيس الحكومه وكانني اصبحت مدافع. الوضع اليوم الاقتصادي وكانك محمد خلينا نختم معك. ما لم يقل في هذا الحوار انتظارات التوانسه من هذا الحوار، لبيت كلها كلاما على الاقل وخطابا، خليني نقول هو تقريبا اهم حاجه تلفت الانتباه ممكن حديثه عن الانتخابات الرئاسيه، ودعوته للناس المقربين منه لانصار ما يسمى بمشروع سياسي وانهم يلتفوا في الجهات. تقريبا هذا اهم ما جاء في الحوار، توصيف وتشخيص طبيعه الازمه. اليوم التوانسه ما يستناوش من رئيس حكومه توصيف وتشخيص للازمه، يستناو حلول. ينتظروا اليوم وقف لنزيف تدهور المقدره الشرائيه. سي عبد الجليل اشار للطبقه الوسطى، في تونس تقريبا ما عادش فما طبقه وسطى، واليوم ربما كل الارقام وكل الاحصائيات لا تعبر عن الواقع اللي يمشي المواطن البسيط للسوق اليوم ويعيش ويحس. وانا احيانا نسمع المحللين والخبراء والصحفيين، المواطن يعيش فيه اليوم، يعيش ماساه باتم معنى الكلمه نتيجه فشل خيارات جل الحكومات. ولكن اليوم لابد من محاسبة هذه الحكومة، ما زال سنة في انتظار حكومة يوسف الشاهد، لابد من خروج من هذا النفق بأخف الأظهار. فما مسؤولية وأولويات قبل طموحاته الشخصية. من حق يوسف الشاهد شاب وأنه يفكر في الرئاسية القادمة وأنه يكون رئيس حكومة قادم، ولكن أخشى أن يكون هذا حلم ليلة صيف. واضح نحن في أوج الشتاء وقد يكون ساخنا حتى أربط مع ما تفضلت به. أشكر في ختام هذه الفقرة سي عبد الجليل المسعودي رئيس صحيح جريدة الشروق، مستشار التحرير. مستشار التحرير عفوا. الورقة التي لدي تقول عكس هذا. أنت أستاذنا على كل
احنا سالناك وانت جاوبت. سي محمد اليوسفي الصحفي في اذاعه ديوان فام، عضو مكتب تنفيذي نقابه الصحفيين التونسيين، ورحب بك ونشكرك مره اخرى. شكرا مكي على الدعوه، وتمنيتنا لكم بالتوفيق زملائنا. شكرا يوسف، من غير شكر مازال معنا هذاك. موضوع ذي صله في الحقيقه، كثير من الاخلالات الماليه التي كشفت عنها دائره المحاسبات في ندوتها الصحفيه اليوم، واللي كشفت من خلالها عن تقريرها السنوي، تقرير يؤكد بالارقام وجود تجاوزات واشكاليات في التصرف والاداره في عدد من المنشات. نشوفهم بعد شنية معايير الاختيار والهياكل والمؤسسات العمومية. تقرير لأيمن العبيدي عن أهم معالم هذه الإخلالات، ونعود بمزيد التحليل والنقاش.